السيد وكيل العام للملك والتنمية العامة السيدة سامية شكري مديرة التحديث ونظم المعلومات لوزارة العدل ممثلة السيد وزير العدل. حضرات السيدات والسادة كل واحد باسمه وصفته والاحترام واجب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بداية هذا اللقاء المبارك لا يفوتني أن أرحب بكم كرجال أعلام وأشكركم على مواكبتكم وتغطيتكم لمراسيم هذا الحدث. هذه الجلسة انعقدت تحت شعار جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي على غرار محكمة النقد بعد الإيد المولوي الشريف لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، وكذلك تبعا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 38/15 متعلق بالتنظيم قضائي المملكة. هذه المناسبة كما قلت يتم استعراض فيها النشاط القضائي لهذه المحكمة وباقي المحاكم الابتدائية التابعة لها، كذلك يتم استعراض أهم قرارات محكمة النقد المعتبرة اجتهادا قضائيا التي تم تكريسها من طرف السادة القضاة بالدائرة القضائية في مختلف القضايا والنوازل التي تساعدهم بطبيعة الحال إما في توحيد العمل القضائي وإما في استجلاء ما يعتري بعض النصوص من لبس أو في حالة وجود فراغ تشريعي. كذلك بهذه المناسبة يتم تسطير برنامج للندوات برسم سنة 2024. سيد عامل إقليم نطرة، سيد عامل إقليم سيدي قاسم، سيد عامل إقليم سيدي سليمان، والسادة أعضاء الوفد المرافق لسيادتنا. بداية أشكركم على مواكبة هذا اللقاء الذي يندرج في مراسيم افتتاح السنة القضائية 2024. كتكريس يجسد التقاليد القضائية العريقة بهذا البلد الأمين. محكمة الاستئناف بالقنيطرة كباقي محاكم الاستئناف بالمملكة افتتحت صبيحة هذا اليوم مراسيم هذا اللقاء البدا الإذني المولوي السامي الذي عرف حضور ممثل عن مجلس أعلى السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والسادة عمال أقاليم الدائرة الاستئنافية والسادة المسؤولون القضائيون بالدائرة القضائية والأستاذ نقيب هيئة المحامين وأعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن المهن القضائية والقانونية، فضلا عن حضور السيدات والسادة القضاة وممثلي الجمعيات المهنية. هذا اللقاء هو الافتتاح كما قلت هو مناسبة لاستعراض حصيلة نشاط النيابة العامة أمام كل الشركاء والفاعلين واستشراف المستقبل وفق أهداف محددة ورؤية استراتيجية. شهدت سنة 2023 تحقيق نتائج جد متميزة على مستويات مختلفة، إن على مستوى معالجة الشكايات وإنجاز المحاضر وتتبعها وتدبير
وضعية الاعتقال الاحتياطي وترشيده وحماية الفئات الهشة. وأيضا لابد أن نشير إلى مجالات تدخل النيابة العامة في إطار التعاون القضائي الدولي والدفع بمستوى التكوين والتأهيل لكافة المكونات إن على مستوى التواصل والانفتاح وغيرها من المحاور التي لا يمكن حصرها في هذه الكلمة، لكن هي نتائج تلزمنا وخاصة تلزمنا جميعا وتجعلنا ننخرط في المشروع الحداثي المجتمعي حتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس نصره الله وإياه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وننهل من الدورة الغالية الواردة بخطاب العرش لسنة 2023. وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.